مؤسسة قطر هي مؤسسة غير ربحية تدعم قطر في رحلتها إلى اقتصاد متنوع مستدام. تأسست المؤسسة في العام 1995 بهدف تزويد قطر بتعليم عالي الجودة، واليوم يوفر نظام التعليم العالمي في مؤسسة قطر فرص التعلم مدى الحياة التي تمكن الخريجين من الازدهار في بيئة عالمية والمساهمة في تنمية الدولة. منظومة المؤسسة الفريدة تدعمها الشراكات مع المؤسسات الدولية الرائدة، وهي بيئة تعتمد على المبادرات التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحاً وتتيح الفرص العالمية وتمكن الأفراد من صياغة حاضرنا ومستقبلنا. المبادرة الرئيسية لمؤسسة قطر هي المدينة التعليمية، وتحتضن فروعاً لمجموعة من أرقى الجهات التعليمية على مستوى العالم، إلى جانب جامعة محلية وغيرها من المراكز البحثية والتعليمية والمجتمعية، وملعب كرة قدم عالمي المستوى سيستضيف إن شاء الله مباريات كأس العالم في سنة 2022. من خلال بيئتها الفريدة يعمل أكثر من 50 كياناً في مجال التعليم والبحث وتنمية المجتمع، وتسعى مؤسسة قطر جاهدة لخدمة المواطنين والمقيمين في قطر وخارجها. تجعل هذه الجهات المدينة التعليمية نموذجاً فريداً للتميز الأكاديمي والبحثي، وتقود نهجاً جديداً للتعليم العالمي متعدد التخصصات، وتمكن من تحقيق اختراقات تعود بالفائدة على قطر وبقية العالم. يبلغ إجمالي مساحات المرافق في المدينة التعليمية ما يفوق 3 مليون متر مربع، مما يجعلها واحدة من أكبر مؤسسات إدارة المرافق في المنطقة. تتولى إدارة عمليات المدينة التعليمية جميع العمليات لمؤسسة قطر، من التشغيل والصيانة والخدمات العامة والأمن والنقل المتكامل الذي يشمل عمليات ترام المدينة التعليمية. تلعب إدارة المرافق والبنى التحتية بمؤسسة قطر دوراً حيوياً في التشغيل السلس لمنشآت المدينة التعليمية، كما تهدف لدعم كيانات المؤسسة المختلفة لتحقيق أهدافها. يسعدنا ويشرفنا اختياركم لمؤسسة قطر للفوز بجائزة 76 انرجي أورد في فئة التوسعة، والتي يعطيت للمحطة المركزية رقم 5. المحطة التبريدية رقم 5 صممت لدعم سادة المدينة التعليمية والتي تستضيف مباريات كأس العالم قطر 2022. المحطة التبريدية رقم 5 صممت بأعلى المواصفات وباستخدام أحدث التقنيات. تمكننا هذه التقنية من تقليل استخدام الكهرباء وتقليل انبعاث الكربون بنسبة 40%، واستخدام المياه المعالجة في أغراض تبريدية بنسبة 98%. إن التزام مؤسسة قطر بالاستدامة والتزامنا برؤية قطر 2030 واضح بهذا الخصوص. وعلى صعيد المرافق قمنا بتطوير برنامج لوقف استخدام المياه الصالحة للشرب في خدمات التبريد وري المسطحات الخضراء واستخدام المياه المعالجة بدلاً عن ذلك، من خلال الألواح الشمسية الموضوعة بمواقع استراتيجية في المدينة التعليمية. نلتزم بإرشادات الأمم المتحدة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة. طورنا برنامجاً للحفاظ على الطاقة من خلال تحليل بيانات كل منشأة على حدة وتقليل استهلاك الكهرباء وخدمات التبريد فيها. شرعنا أيضاً بمشروع على مستوى المؤسسة للحصول على مصابيح موفرة للطاقة، مما سيوفر ما يعادل 17 مليون كيلووات بالساعة على مستوى السنة. من خلال عمليات ترام المدينة التعليمية نسعى لأن نكون حرماً جامعياً خالٍ من السيارات بحلول السنة القادمة. وأخيراً، هناك مبادرات أخرى على مستويات مختلفة من التأثير. فعلى سبيل المثال، قمنا بحظر استخدام البلاستيك لمرة واحدة وتقليل استخدام الورق، كما أن هناك برنامجاً لعمليات التدوير على مستوى المؤسسة، مما يؤكد أن الاستدامة تكمن في صميم العمل اليومي لمؤسسة قطر. استخدام العدادات الذكية وبرامج التحكم بالطاقة، بالإضافة للضخمة الحزمة الضخمة من البيانات التي يوفرنا نظام سكادا المستخدم في جميع محطات التبريد المركزية في مؤسسة قطر. عندما يتعلق الأمر بالانتقال إلى الطاقة النظيفة وتقليل انبعاث الكربون على مستوى العالم، فإن مؤسسة قطر تؤمن بين البحث وتطوير السياسات والتنفيذ. شبكة التبريد المركزية تم بناءها عن طريق نفق يمكن الوصول إليه، ويتم عن طريقه عمل موازنة مائية حرارية بين المحطات السبع لضمان كفاءة عالية، مما ينتج عنه احتمالية ضئيلة للتسرب، وينتج عنه دقة بنسبة 99% في عمليات الصيانة. تستخدم المدينة التعليمية الألواح الشمسية وتوربينات الرياح
لإنتاج الطاقة النظيفة. تم تقليل استخدام المياه بنسبة 20% من خلال استخدام أحدث التقنيات استدامة في أبراج التبريد.